اللي فاتت. عايز اقول لكم كمان ان النجم الكبير، النجم وليد ازارو نجم الاهلي والنجم المغربي ونجم المغرب، وليد ازارو نجم كبير جدا عندنا وعند كل الجماهير. وليد ازارو لو يعرف او يجي في دماغه واحد في المليار ان قطعه التيشيرت بتاعته دي ممكن تخليه يستبعد ماتش بعد كده، اكيد ما كانش هيعمل كده. وليد ازارو عمل كده من اجل الفريق مش من اجله هو شخصيا، ان هو يقطع التيشيرت اكيد مش حاجه طبيعيه، لكن هو كان بيحاول زي ما كل لاعيبه العالم بتحاول انها تكسب فرقها بطرق مشروعه بقى بطرق مش مشروعه. طالما انا ماشي بكسب انا عايز اكسب فرقتي، انا كنت بحب اكسب فرقتي، اجيب ضربات جزاء. ياما نجوم كبيره جدا 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 جابوا ضربات جزاء من غير وجه. الكابتن الكبير جدا فاروق جعفر ياما كان بيجيب ضربات جزاء، مش ضربات جزاء، النجوم الكبيره ميسي كريستيانو سواريز، كل النجوم دي بتعمل اي تمثيلات في ال 18 عشان يجيبوا ضربات جزاء ويكسبوا فرقهم. الكلام ده وان لم يكن مش كويس لكن هو مشروع مشروع. فوليد ازارو نجم كبير جدا. وليد ازارو شايف ان هو يعني ما كانش يجي في دماغه ان هو بيعمل خطا او يرتكب خطا، عشان كده كان المفروض ان احنا نتكلم معاه او اكيد اتكلموا معاه ان هو يعني نجم كبير جدا. ووليد كان عايز يكسب الفرقه، وليد ما غلطش في حاجه خالص خالص خالص. وليد ما كانش عارف ان في ناس بتصوره، مش عارف بقى انتماءاتهم ايه، اكيد مش مصريين، هم اكيد مش مصريين، يعني اللي صوروا وليد ودوا الصور للاتحاد الافريقي او عرضوها على السوشيال ميديا اكيد اكيد مش مصريين، يعني ما بينتموش للشعب المصري.